لسه مكملين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد، وبنكمل النهارده موضوعا عن تداعيات الاوضاع في سوريا، وخصوصا ان امبارح وزير الخارجيه المصري سامح شكري اعلن عن رفض مصر تماما التدخل البري في سوريا، لكن كمان في تسريبات عن وجود قوات تركيه على الاراضي السوريه، وكمان معروف ان في تحالف عربي تركي بتتزعمه السعوديه. نتكلم عن الموضوع ده النهارده، وهنتكلم كمان عن نتائج مؤتمر ميونخ للسلام مع ضيفنا استاذ صلاح لبيب الباحث في الشؤون التركيه والدوليه. صباح الخير. صباح النور. اهلا بيك. تمام، خلينا نبتدي بموضوعنا بالتدخل البري في سوريا. يعني دلوقتي في قوات سعوديه وقوات تركيه. تركيه هو السعودية وتركيا أعلنوا بعد زيارة رئيس الوزراء التركي للرياض أنه السعودية وتركيا هيعملوا تحالف استراتيجي للدخول في سوريا لمواجهة داعش. اللي حصل حتى الآن أنه طائرات سعودية تم الإعلان عنها بصورة رسمية انتقلت لإحدى القواعد الجوية الموجودة في تركيا المخصصة للتحالف الدولي لمواجهه داعش اللي بتتزعمه الولايات المتحده، وفي 66 دوله من دول العالم بيشاركوا فيه. المؤكد حتى الان ان السعوديه وتركيا وفي معلومات ان باكستان والامارات ربما ينضموا بعد ذلك. الامارات شرطت للمشاركه مظله من الولايات المتحده للتدخل. حتى الان ان التدخل البري مرحله مقبلة، لكن في البداية من المؤكد انه هيكون في تدخل جوي. بالفعل وصلت الطائرات، لكن الطائرات التي وصلت من بلدان اخرى هي من السعودية بس حتى الان. من المتوقع حسب التصريحات الموجودة ان قطر ربما تكون اسرع دولة تكون قريبة من السعودية، ثم بعد ذلك تليها الامارات، ثم باكستان. حسب الصحف السعودية ان باكستان اعلنت دعمها لهذا الأمر. التحالف الموجود ده بيأتي لي بعد الخسائر اللي منيت بها المعارضة المسلحة في سوريا في مناطق حلب، وبعد خسارتها مناطق استراتيجية. هناك سعي للتدخل للحفاظ على بعض المكتسبات للمعارضة المسلحة في مواجهة النظام. رأي حضرتك ايه عموما في التدخل البري في سوريا؟ يعني البعض مؤيد والبعض معارض، في بيقول لا نكتفي بالضربات او بالقصف الجوي للمواقع الداعشيه فقط، والبعض الاخر بيقول لا مفترض ان بعد الوقت الطويل اللي مر ده ان يكون في تدخل على الارض. هو التدخل البري مرتبط باستراتيجيه الدول او اي تحالف للتدخل. الاستراتيجية السعودية التركية للتدخل في سوريا هي استراتيجية مبنية على مواجهة طرفين، مختلفة عن استراتيجية التحالف الدولي لمواجهة داعش. التحالف الدولي لمواجهة داعش اللي فيه 66 دولة ده تحالف هدفه الأساسي مواجهة داعش في العراق وفي سوريا، عمل نجاحات جيدة في الرمادي وفي الفلوجة أخيرا والموصل، بيعمل ضربات في سوريا. ولكن التحالف الناجح في مواجهة نتكلم بقى على التحالف الآخر، في تحالف تاني لمواجهة المعارضة المسلحة في سوريا وداعش اللي هو موجود، التحالف الروسي الإيراني. السعودية وتركيا هدفهم من التدخل هو الحفاظ على مكتسبات المعارضة المسلحة اللي بتدعمها تركيا والسعودية. وبالتالي في هنا خلاف في الاستراتيجية. بالمجمل تقديري انه اي تدخل بري ما لم توافق عليه الولايات المتحده محكوم عليه بالفشل، لانه اولا بنتكلم عن السعوديه دوله حليف الولايات المتحده، تركيا دوله حليف الولايات المتحده وعضو في حلف الناتو. تدخلهم بري في سوريا لا يمكن ان يكون دون اذن الحلف، حلف الناتو، ودون اذن الولايات المتحده، لان اي تدخل دون اذن الولايات المتحده سيعرضهم للقصف الروسي الايراني. احنا عارفين ان روسيا أصبح لها قاعدة عسكرية وبتعمل قاعدة عسكرية تانية جوية، وإيران لها قوات على الأرض، وبالتالي لو تدخل مثلا جندي تركي على الأرض وضربوا طيران روسي، معنى ذلك أنه جندي في حلف الناتو، احنا ما بنتكلمش عن تركيا بتعتبر عضو في حلف الناتو، حصل مواجهة عسكرية بين دولة في حلف الناتو وبين روسيا. دي اللي تحدث عنها حتى رئيس الوزراء الروسي أنها تبقى حرب عالمية ثالثة.
احنا بنتكلم عن حرب. وبالتالي اتصور واعتقد يعني اعتقاد كبير ان السعوديه وتركيا لن يتدخلا دون اذن الولايات المتحده والحصول على ضوء اخضر. وفي حاله انه بقى في اذن، هل يعني فقط الاماكن اللي هيدخلوها بريا هي الاماكن اللي تم استرجاعها؟ طبعا وفق العلاقات بين الولايات المتحده وروسيا حاليا في مجال التنسيق في سوريا والعراق هي علاقات متميزه. احنا بنتكلم دلوقتي على تنسيق بين الولايات المتحده وروسيا عالي المستوى في سوريا، تنسيق في مجال الضربات، تنسيق في مكان اماكن الاستهداف، تنسيق كمان مع اسرائيل. فبالتالي اي تحرك للدول اللي هي تقع وراء الحلفين، يعني السعوديه وتركيا ضمن الحلف الامريكي، ايران ضمن والنظام السوري ضمن الحلف الروسي، اي تحرك لتابعي الحلفين الرئيسيين لابد ان يكون بموافقه رئيس الحلف. وطالما هناك تنسيق بين الدولتين هو ده اللي هيمنع اي نشوب حرب عالميه ثالثه. لكن لو حدث، سؤال بتاع حضرتك، لو حدث تدخل بري، اتصور انه وفق البيان اللي خرج من السعوديه ومن تركيا بعد القمه اللي عقدت في الرياض انه هيكون قوات محدوده تساعد المعارضه المسلحه وتدربها وتزودها بالسلاح في مواجهه قوات النظام والميليشيات الايرانيه. لو احنا رجعنا لقبل تشكيل التحالف الاسلامي لمواجهه الارهاب اللي شارك فيه 34 دوله منهم السعودية ومصر وتركيا والإمارات وقطر وباكستان وماليزيا، سبقوا هذا التحالف قبلها بعدة أشهر كان تصريح لجون ماكين عضو الكونغرس الأمريكي قال إن احنا مواجهة داعش بتحتاج لتكاتف الدول الإسلامية السنية، لأنه باعتبار داعش تنظيم سني فبالتالي لازم يقاتلوا قوات سنية. هو دعا إلى تشكيل جيش 100,000 جندي سني وإدخالهم للعراق وسوريا للقضاء على داعش وتال الموضوع. الخطوة السعودية التركية بتأتي في إطار تنسيق هذا الطرح الأمريكي القديم، لأن الولايات المتحدة في تدخلاتها في الإقليم، ودي حصل بعد تجربة العراق وبعد تجربة أفغانستان، إنها لما تدخلت في أفغانستان في العراق وأفغانستان كانوا ضد دولتين دول إسلامية، وبالتالي تم الترويج أن هذا، طبعا ده كان احتلال، تم الترويج أن ده حرب غربية ضد الإسلام. حتى الرئيس الأمريكي وقتها استخدم تصريح ثم تراجع عنه جورج بوش الابن اللي هو حرب صليبية. هنا في داعش باعتباره تنظيم سني، الولايات المتحدة لا تريد أن تنخرط في الصراع عن طريق جنودها لا بعد تجربة العراق وأفغانستان، وبالتالي هي تريد أن تستخدم مرة تانية السنة. فبالتالي بتحاول أن هي تستخدم السنة في مواجهة السنة العربية الأخرى. طيب خلينا نتكلم عن تحالف القوات العربية طبعا اللي بتتزعمه السعودية ولا مصر مشاركة فيه، لكن مع مشاركتها كمان يعني تم الإعلان امبارح عن رفض مصر التدخل البري. تفسير حضرتك ليه؟ هو التحالف، سواء التحالف العربي، كان الاول التحالف العربي اللي طرحته مصر في الجامعه العربيه، ولكن هذا التحالف ربما لم يسير بصوره جيده، فاعلنت السعوديه بعد ذلك عن التحالف الاسلامي وقالت انها تضم بصوره اشمل خارج النطاق العربي لتضم دول كبرى منها باكستان باعتبارها قوه نوويه يعني. أيوة. رفض مصر لهذا الأمر، هي طبعا كل دولة لها سيادة ولها رؤيتها للصراع في الإقليم. أتصور أن رفض مصر له عدة أسباب، منها الظروف الحالية في مصر لا تسمح أنه بينما أنت تواجه داعش موجود عندنا يعني لها تنظيم في سيناء أنك أنت تروح تحرر دول أخرى، عندما تنتهي من هنا أستطيع أن أشارك في دولة أخرى. وإحدى التفسيرات زي ما قال الوزير سامح شكري أن مصر بعد تجربة 5 سنوات من الثورة السورية ظهر أنه الحلول العسكرية لن تؤدي إلى نتيجة، وبالتالي نترك ما بعد جنيف 3 لتحديد مصير ومسار الأزمة في سوريا. وجهة النظر الثالثة أن احنا مصر بتختلف عن السعودية وتركيا. السعودية بتحدها من لها حدود مع العراق، ودي الحكومة العراقية لها علاقات استراتيجية قوية جدا بإيران، وبالتالي إيران على حدودها من هذه الناحية وبتهددها من ناحية اليمن عن طريق الحوثيين،
وبالتالي السعودية عندما تذهب لمواجهة يعني النظام السوري المدعوم من إيران في سوريا هي بتدافع عن نفسها من هذا المحيط. مصر بعيدة، يعني الخطر الإيراني على مصر هو خطر المرحلة الثانية، لكن الخطر الإيراني على السعودية وتركيا هو خطر المرحلة الأولى، لأن تركيا لها حدود مع سوريا ومع العراق ولها حدود مع إيران، وبالتالي هذا الخط الطويل الخطر الأكبر. إحنا بالنسبة لمصر، بالنسبة للاستراتيجية الخارجية، الوزارة الخارجية بتعتبر أنه التنظيمات الإسلامية المسلحة هي الخطر الأول، ورقم اثنين الخطر الإيراني. في السعودية ترى الإيران الخطر الأول ثم التنظيمات الإسلامية المسلحة. الخلاف بين رؤية الخطر الداهم هو اللي بيحدث الاختلافات، وخوفا على يعني كل دولة بتخاف على أراضيها في النهاية. صحيح. لكن في ناس بتسأل ليه مع كل الضربات الروسية الموجهة للأراضي السورية ومع كل التحالفات والقوات العربية المشتركة ان هي تؤمن المنطقة، ليه لسه محتاج دول عربية ان هي تتدخل بريا؟ ما هو التدخل البري بيهدف لدعم المعارضة المسلحة تحت مظلة مواجهة داعش، هو دي نفس الاستراتيجية اللي عملتها روسيا. روسيا كان هدفها الأساسي مواجهة المعارضة المسلحة المنوئة للنظام ودخلت تحت مظلة داعش. السعودية وتركيا بيدخلوا تحت مظلة داعش نفس الموضوع لدعم المعارضة المسلحة. احنا هنا بنشوف في حرب بالوكالة بين المعسكرين على أرض سوريا. يعني احنا شفنا في سوريا حرب فعلا حقيقية بين إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن وبين السعودية. المعارك المستمرة منذ سنوات هي معارك بين السعودية وإيران كانت دايما على طرف ثالث، الأرض الثالثة، لكن الدولتين لم يدخلوا في صراع. طبعا الامن القومي الخليجي يعني اصيب ضرر شديد جدا بعد احتلال العراق، لانه كان صدام حسين الرئيس الراحل الله يرحمه صدام حسين كان خصم شديد جدا لايران، واستطاع ان هو يوقف نفوذها واعتداءاتها على الدول العربيه على مدى السنوات. بعد سقوط العراق الولايات المتحده بعد ما احتلته سلمت العراق لايران، و يعني اعطت حكم ذاتي لاقليم كردستان، ثم اعطت إيران أصبح لها نفوذ كبير جدا على العراق. تالي دول الخليج أصبحت في ضعف، يعني كان الجيش العراقي وقتها سنة 2003 كان جيش كبير، كان واحد من أقوى الجيوش في المنطقة. طبعا الولايات المتحدة فتتته، حلت الجيش العراقي، وأصبح إيران لها السطوة في منطقة الخليج العربي. طبعا بحكم العدد السكاني المهول، الثروات الموجودة، فهي زاد نفوذها. طب يعني بما اننا ذكرنا مؤتمر ميونخ في اول الحلقه والنتائج، واحنا كدول عربيه بصراحه احنا متعودين ان دايما في مؤتمرات دوليه بتتكلم عن السلام وان ليها نتائج وانه بنحاول ان احنا نشترك فيها قد ما نقدر، ولكن بصراحه النتائج دي ما بنتاثرش بيها بشكل كبير، لكن خلينا برضو نتكلم عليها. اول المؤتمرات الدوليه اللي بتبقى تحت شعار السلام هي بتبقى مؤتمرات لتحقيق مصالح الدول الكبرى. احنا عارفين ان الدول الكبرى احدى حتى مصالحها في الاقليم هنا تصدير سلاح او بيع سلاح. الولايات المتحده بتشعل الحروب من اجل انها تبيع سلاح. بالنسبه للمؤتمر ميونخ هو ناقش عده قضايا، منها القضيه السوريه ومنها ناقش القضيه الليبيه. خرج بمبادره اعتقد انها لم تحقق اي نجاح على الارض بعد جنيف 3. هو دعا لوقف اطلاق النار ووقف الاعمال العدائيه. طبعا الاطراف المتصارعه داخل سوريا خارج المناشدات، انت بتنادي قوات تقاتل على الارض. اعتقد مؤتمر ميونخ حتى المبادره اللي طلعها لم تلقى اذانا صاغيه لا من اي محور من المحاور الموجوده على الارض. الايام اللي فاتت يعني القوات الكرديه الى حد ما اثبتت ان هي عرفت تتعامل بشكل او باخر مع التوغل الداعشي سواء في سوريا او في العراق، لكن في بعض الدول عندها مخاوف من التدخل ده او فكره السيطره دي. جت منين المخاوف؟ في مشروع للاكراد لاقامه دوله في هذه المنطقه. هم طبعا استطاعوا ان طلب الانفصال، يعني الانفصال طبعا هم استطاعوا ان هم يعملوا حكم ذاتي في كردستان، وبيسعوا دلوقتي للاستفتاء على الانفصال بصوره كامله، صوره اشبه بجنوب السودان. يعني كردستان تسعى لانفصال عن العراق واقامه دوله. في تركيا، في سوريا اكراد، الاكراد موزعين بين العراق وتركيا وسوريا وايران ودول اخرى في اسيا. في العراق استطاعوا اقامه دوله، في سوريا قوات الحمايه الكرديه والقوات الكرديه الاخرى الديمقراطيه اثبتت قوه ونجاح في مواجهه تنظيم داعش.
ولكن المشكله ان الدول الغربيه التي تدعمها بالسلاح اذا كان لمواجهه داعش فهذا يعني مرحله جيده، ولكن ما هي مرحله ما بعد داعش؟ اعتقد انه القتال الشديد اللي بتواجهه القوات الكرديه والاسلحه اللي بيتوجه ليها من الولايات المتحده لابد ان يكون لها ثمن مستقبلي، وهو انه يحصل اكراد على دوله. احنا شفنا عاموس جلعاد الجنرال الاسرائيلي السابق هتتحدث في مؤتمر ميونخ عن تقسيم سوريا الى 3 دول، قال ما فيش حل في سوريا الا تقسيمها الى 3 دول، دوله علويه في الشمال ودوله سنيه ودوله كرديه. الكونجرس الامريكي ايضا بيتحدث عن وجود تقسيم العراق الى 3 دول، ايضا دوله سنيه ودوله شيعيه ودوله كرديه. طبعا لما يتحدث الجنرال الاسرائيلي عن هذا الموضوع بهذه الدرجه، وهذا امر مطروح يعني ان تقسيم العراق تقسيم سوريا يعني، فبالتالي في فعلا مخاوف شديده جدا من ان يكون الثمن اللي هتوجهه الدول الغربيه للقوات الكرديه السوريه ثمن مواجهتها لداعش انه يكون انفصالها بجزء من الاراضي السوريه على حساب الاقليم. ولكن اعتقد انه انفصال المناطق اللي بتريد الاكراد الحصول عليها سوف يواجه بخلافات من الدول الجوار، خاصه تركيا وايران. صحيح ان الاكراد وايران في حلف واحد دلوقتي حاليا في مواجهه المعارضه المسلحه وداعش، ولكن هذا الحلف لن يستمر، لانه اي انفصال لكيان كردي جديد في سوريا سوف يؤثر على ايران وسوف يهددها بالانفصال في المستقبل. فأعتقد أنه رغم الخلافات التركية الإيرانية الآن على دعم الأكراد وشيء من هذا القبيل، أن هم هيتفقوا في نقطة في البداية على منع الأكراد سوريا من إقامة دولة مجاورة لحدوده، لأنه هيكون تكرار الدولة الثانية، الدولة الثالثة والرابعة هتكون في الطريق يعني. هتكون موجود. خليني أخيرا برضو أسأل حضرتك عن توقعاتك الفترة الجاية هتكون عاملة إزاي؟ بالنسبه لسوريا يعني هتكون شكلها ايه بالظبط؟ اكيد احنا داخلين طبعا دخلنا في صراع سني شيعي بصوره كبيره جدا، احنا بننتظر يعني حرب اقليميه، لان المنطقه تم عسكرتها بين معسكرين، معسكر سني شيعي. أيوه. بيتم يعني دعم هذا الصراع من الدول الكبرى يعني من اجل انها من عمليات بيع السلاح. احنا عارفين ان السلاح بيعتبر واحد من التجارة الرائجة بصورة الأربعة الكبار في العالم، بالتالي هم بيدعموا هذا الأمر. ولكن أتصور لو الولايات المتحدة مع الرئيس القادم، لأن تجربة الرئيس أوباما كانت تجربة سيئة يعني من أسوأ الرؤساء اللي هم في أمريكا، أنه يعني اتخذ نظريتين في العلوم السياسية من أسوأ النظريات اللي ممكن تتخذها دولة كبيرة. النظرية الأولى القيادة من الخلف، دعهم ونحن نقود من الخلف، ثم عمل الاتفاق النووي مع إيران، أطلق يدها في الإقليم ومنحها 50 مليار دولار كانت معمولة عنها مقابل وعدها بوقف الإطلاق النووي لإيران. أتصور أنه مع الرئيس القادم، أتصور أنه يجي رئيس قادم قوي قادر على ضبط الإيقاع في الإقليم، لأن هذه المنطقة تحتاج إلى ضابط، لأنه لا يمكن لدول الإقليم هذه الموجودة الإثنية، صراع السني الشيعي، صراع العرقيات أكراد وعرب وأمازيغ، بدون دولة ضابطة في الإقليم لن تستطيع الدول في المنطقة أنها تتعايش مع بعضها. يا رب. أنا عايز أشكر حضرتك جدا نضيفي أستاذ صلاح لبيب الباحث في الشؤون التركية والدولية، نورتنا، ميرسي لوجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم فقراتنا في نهارك سعيد بعد الفاصل.